هذا الذي يحدث في سيناء يتوقف في الثانية التي يعلن أن الرئيس يعود إلى سلطاته. سيكونون محل استهداف من حركات العقاب الثوري. أنا عايز أقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل. إنكم مستهدفون. هيتقتل هيتقتل. من الرصاص نجيبنا واكو رصاص من امريكا قبل القاء في ميدان التحرير 6 ساعات. انا مش لابس قميص واقي من الرصاص.